تسأل أستاذ جميل، واضح أنه بالفعل في خلاف حول الأولويات. يعني الدول الأوروبية ربما أهم قضية عندها هي موجات الهجرة غير الشرعية، لكن كمان القادة العرب رئيس السيسي والملك سلمان النهاردة اتكلموا عن النزاعات المتفجرة في المنطقة، وكلاهما مترابطان. يعني الهجرة غير الشرعية، هذه الموجات تأتي من دول تمزقت ودول تفتتت واشتعلت فيها الفتن والانقسامات، يعني زي ليبيا، سوريا، اليمن. تعتقد انه ممكن التوافق في ده، يعني انه الدول الاوروبية تقول احنا مهمومين بالهجرة غير الشرعية، لكن كمان لازم نشوف ازاي نوجد حلولا سياسية حاسمة للأوضاع المتفجرة سواء في اليمن او في ليبيا او في سوريا. طبعا كما تعرف في مجموعة من القواسم التي تواجه البلاد العربية وكذلك أيضا الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي، هناك مجموعة من التحديات وهناك مجموعة من التهديدات. هذه التهديدات مثل ما على الدول العربية مهددات كثيرة، أيضا الاتحاد الأوروبي يواجه هذه التهديدات ويواجه هذه الموجات ويواجه أيضا الإرهاب ويواجه كثير من هذه الأمور التي أصبحت اليوم قواسم مشتركة يعنى بها صانع القرار في البلاد العربية وكذلك أيضا في دول الاتحاد الأوروبي ويناقشها باستمرار البرلمان الأوروبي. الإشكالية القائمة اليوم أنه يجب أن لا نفكر بكيفية الحلول أو الأولويات منذ البداية. هذه قمة نجحت الجامعة الدول العربية ومصر في استضافتها كقمة أولى تجمع تقريبا 28 دولة أوروبية، حضر منها تقريبا 24 دولة أوروبية، وهذا نجاح بامتياز. بالإضافة إلى البلاد العربية تقريبا 16 و18 دولة حضرت أيضا في هذه القمة، وهذا مهم ويعطي زخم كبير للقمة في حضور الملك سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي وكثير من القادة العرب والمسؤولين ورؤساء ووزراء من أو حكومات في الدول الأوروبية. هذا نجاح مهم وهذا يعطي زخم وبداية مشجعة لهذه القمة ترتيب الأولويات لاحقا. اليوم في مجموعة من العوامل التي يجب عمل ترتيبها. هناك القمة ليست فقط اقتصادية أو أمنية، وإنما أيضا سياسية واجتماعية. كل ما وجدت هذه الحلول وأجندة وأهداف مستقبلية للقمم اللاحقة، أنا أعتقد أنه نحن نضع العربة على سكة القطار، وسيصبح هناك حلول مستقبلية لحلحلة هذه الأزمات. لدينا ملفات ساخنة في المنطقة العربية، الملف الليبي ساخن جدا ولا يزال ملتهب، الأزمة السورية كذلك، الموضوع اليمني، المسألة اليمنية والحرب اليمنية، أيضا موضوع مكافحة الإرهاب، وأيضا الأهم من ذلك التدخلات في الشؤون الداخلية للبلاد العربية من قبل بعض البلدان. هذه ملفات كان يتحدث عنها العرب كثيرا، كان أحيانا لا يسمع لها من قبل المجتمع الغربي. اليوم هذا اللقاء على في 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 قاعة واحدة ومناقشة إيجاد حلول وحلحلة لهذه الأزمات، أنا أعتقد أنه مهم. إذا كان هناك تحديات تواجه الأوروبيين مثل موضوع الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين إلى أوروبا، أيضا البلاد العربية تعاني من مشاكل من هذا الأمر، في تعثر، في إشكالية قائمة في البلدان بسبب هذه الأزمات. لم يتم أحد على مساعدتها في بناء الإنسان العربي. صحيح يقع اللوم على الحكومات العربية، لكن أيضا الاتحاد الأوروبي كان أيضا ينأى بنفسه أحيانا على هذا الأمر أو يتدخل تدخلات شبه خجولة. اليوم هذه الجلوس على طاولة واحدة ومناقشة أولويات كيفية العمل بآلية واضحة لحلحلة هذه الأزمات والتشارك في بناء عمل سياسي اقتصادي اجتماعي أمني لمصلحة شعوب بلدان الاتحاد الأوروبي وكذلك البلاد العربية. أنا أعتقد أنه اليوم القمة ليس مطلوب منها الكثير في البداية، لكن يبنى عليها أهداف واستراتيجيات وأجندات مستقبلية. بس كمان مش مطلوب أنه مجرد انعقادها لا بالتأكيد يعني. بالتأكيد لا ليس المطلوب فقط هو عملية الابتسامات والتصوير للكاميرات، وإنما أيضا وضع الأهداف والاستراتيجيات والأجندة المستقبلية. يتم مناقشة بعضها اليوم وغدا، ومن ثم الانطلاق نحو أفق واضح لتحقيق حلحلة لهذه الأزمات، وأيضا يبدأ ترتيب الأولويات تدريجياً.